السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه. غادي نهضر لكم على واحد السؤال اللي هو حقيقه يعني كنتوصل به بزاف. شنو هما احسن كتب للمراجعه؟ كنهضر على الناس اللي غدير بكالوريا حره حتى بالنسبه يعني التلامذ. فملي كتقرب هذا لان شحال هذه الكتب كانت كنلقاو عند التلامذ بزاف، استاذ شفنا واش الكتاب زوين، استاذ واش نعتمدوا عليه ما نعتمدوش عليه الا غير ذلك. فانا يعني حقيقه بالاطلاع على واحد المجموعه ديال الكتب اللي هي كتكون موجهه حقيقه يعني البكالوريا حره او الناس اللي دايرين طبعا الباك حر، فلقيت على انها جميع الكتب مزيانه. انا كنهضر لكم على التخصص ديالي اللي هو اللغه العربيه، يعني تحاليل ديال المواضيع ديال اللغه العربيه، فهي جميعها مزيانه. ولكن اللي خاصكم تعرفوا نتوما هو الطريقه ديال او المنهجيه ديال تحليل النصوص ديالكم، سواء كانت نص نظري او كان نص تطبيقي او كانت قصه او التكسير البنيه او التجديد. من خاصكم تعرفوا الاليات اللي نتوما خاصكم تشتغلوا بها واللي من خلالها غادي تحلوا هذوك النصوص. طبعا اذا كتلقى شحال من واحد كتلقى مثلا في نفس يعني مثلا الكتوبه، نعطيك نموذج مثلا واحد المقارنه ديجا انني درتها ما بين هذه الكتب هذو اللي كتباعوا، كتلقى فيه مثلا كتلقى فيه العربيه، كتلقى فيه الفلسفه، كتلقى فيه الجمعيات الى غير ذلك. نتوما عارفينهم اي مكتبه راه كتلقاو فيها هذه الكتب هذو. درت واحد المقارنه لقيت يعني وقلت للكلام ديروا يعني هذه المقارنه في واحد الحصه معينه. قالوا لي استاذ اذا راه كاين فرق ما بين هنا وهنايا. ملي جيت يعني كنحلل كما قلت لكم الادوات وكنمشي يعني الاسئله اللي معطيها لكم، فكنلقاو يعني نص هو راه كيحلل تقريبا نفس القصيده، ولكن الاسئله اللي تحطات في هذا الكتاب هذا ماشي هي الاسئله اللي تحطات في هذا الكتاب هذا، فقط يعني كاين اختلاف غير في هذه المسائل هذو. اذا علاش قلت لكم انا ركزوا على المنهجيه، عرفوا المنهجيه، عرفوا كيفاش كتحلوا المنهجيه. داكشي علاش قلت لكم انايا تبقاو تاخذوا الامتحانات اللي دازوا وانا راه كنحطهم على المدونه ديالي. طبعا راه غادي نحط ليها غنحط اللين في الوصف، صندوق الوصف ان شاء الله، باش انكم تمشيو يعني تاخذوا هاد النماذج ديال الامتحانات وتخدموا عليهم. تصوروا معايا مثلا ملي كتاخذوا واحد 5 أو 6 ديال الامتحانات في احياء النموذج وكتخدم عليهم، كذلك عاوتاني في سؤال الذات كذلك واحد 5 أو 6 الى غير ذلك. شنو كدير؟ كتولي كتمرن بزاف. ملي كتولي كتمرن بزاف الامتحان كيف ما بغى يجي، كيف ما بغى يكون هذا الامتحان اللي غيتحط لك في الامتحان الوطني ديالك، فغادي تدقوا وغادي تخرج وانت متاكد على انك شغلتي وخدمتي جيدا. اذا غادي نختم على ان كما قلت لكم النصوص او الكتب عفوا المراجع، الكتب راه نفس الكتب فقط كما قلت لكم غير خصكم نتوما تعرفوا المنهجيه ديال التحليل. اذا الى حدود الان كنتمنى على انكم تكونوا في صحه جيده، واتمنى لكم حد موفق والى الحلقه القادمه ان شاء الله.